إخوتي وأخواتي، بيوحنا 9 مكتوب: قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. يعني واضح بالنسبة لليهود الآيات، إقامة الموتى وشفاء المرضى بسلطانه، إخراج الشياطين، عم بشوفوا شخص يعني ما فيش تصنع، بحط إيده على المريض بيتفل بيشفي العين، يقيم الموتى، العازر لك أقول قم أو هلم خارجا فيقوم الميت، يعني بدون محاولة، بدون إرباك، بدون تصنع، قدرة المسيح واضحة أمام الجميع. فكيف نتهم وبنرمي كلمات؟ عارف، لأنه إذا اعترفت بهاي الكلمات بدك تنكر دينك بالكامل. فإذا حبيبي اتبع طريق الله وافحص وابحث. شو رأيك اليوم نعمل اتفاقية؟ ما تكتب أي شيء سلبي إلا ما تكتب تقول أنا بحثت وبناء على هذه الآية كذا كذا، أو بناء أنت كتابك اللي بتقرأ كذا وكذا. لكن ما ترمي كلام، ما تقول الكتاب تحرف بدون ما تعطيني دليل، جيب لي الكتاب الصح. ما تقول لي مواصفات مثلا نبي مش موجودة فيه، ما فيش داعي أنك تكذب، ما هياش حرب بينه وبينك حبيبي، يعني الأمر هو أمر رباني، يعني اقرأ شو بيقول الكتاب أو الكتب، وبناء على القراءة إذا فعلا بتحب الحياة الأبدية أكيد راح تنقاد إلى الإيمان القويم، الإيمان الصحيح.